يقول عندي محل بيع مواد التجميل النسائية والروائح والمكياج. نعم. عندي محل لبيع مواد التجميل النسائية والروائح والمكياج والعدسات اللاصقة للعين، فما حكم الشرع في ذلك في مكاسب هذا المحل؟ إذا كان هذا يحصل بسبب فتنة للنساء ينبغي لك تترك، لأنك تعين النساء على هذه الأمور، فالأولى لك تترك هذه الأمور، لأن هذا من تعاون، قد يكون من التعاون على الإثم والعدوان، خصوصا النساء الآن أكثرهن ما يبالي، فإذا وجدنا هذه الأمور عندك وتبيعها عليهم تعاونت أنت معهم، فالأفضل أنك تترك هذا الشيء إن لم يكن محرماً.